على التليفون دكتورة هبة المغربي، أخصائية التغذية العلاجية. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ مساء النور، ازيك؟ كل سنة وحضرتك طيبة. أنا كويسة الحمد وحضرتك لله. كل سنة طيبة وحضرتك بخير، طيبة. حضرتك طيبة بخير يا رب. بتجيلنا أسئلة كتير بخصوص العادات الرمضانية المصرية، يعني في منها بيكون صحيح وفي منها بيكون عليه علامات استفهام وفي منها بيكون مثلا خاطئ. بخصوص مثلا أول حاجة كانت تكرر عليها الأسئلة موضوع الخشاف، هل الخشاف هو مجموعة من الفواكه المجففة، فهل الفاكهة تتاكل أفيد وهي قبل التجفيف ولا صح زي ما هي يعني، ولا تتجفف وتتاكل مجففة لوحدها، ولا تتحط في مية من قبلها بيوم وتتاكل في صورة خشاف؟ كل واحد من دول فايدته ايه؟ بصي، هو الفاكهة ليها فوائدها والفواكه المجففة ليها فوائدها، اوكي. هي المشكلة في الخشاف بس ان هو لو حد بيحاول يفقد في وزنه هيبقى سكرياته عالية شوية، عشان بنحط بقى مية سكر ومكسرات، فبنعلي بقى سعرات الوجبة دي. يعني لو حد مثلا بيعاني من النحافة وهياكلها فهي مفيدة، انا ما عنديش مشكلة خالص في فايدتها، انما اللي حد بيحاول يحافظ على وزنه ممكن ياكل الفواكه مجففه في كميه معينه، هي فوائدها كتير قوي زي التين بقى والمشمشيه والقراصيه. والقراصيه بس هل بيتقال انه لما بتتجفف الكالوريز بتاعتها بتزيد؟ هي ما هو الكالوريز بتزيد، لو احنا اخذنا مثلا من 3 ل 5 بيعادل ثمره فاكهه، فما فيش مشكله خالص. يعني احنا في رمضان انا عادي في السحور بالعكس بقول لهم ممكن بعد ما تتسحروا بناخد قراصيه او مشمشيه في حدود من 3 ل 5 مع الزبادي فيه، عشان حتى يقلل الشعور بالعطش في اليوم اللي بعد كده، لان هو غني بالبوتاسيوم وفي الياف طبعا كتيره، فبيقلل حته الامساك. احنا ساعات القراصه دي عشان فيها ماده اللاكتولوز فبنستخدمها كبديل لدواء الامساك. مكوناتها الثلاثه اللي هي التين والمشمش والبرقوق، المشمشيه والقراصه، احنا بنتكلم على المجففه. المشمشيه والقراصه والتين، والتين الثلاثة دول غنيين جدا بالفوائد والفيتامينز والالياف وكل حاجه، والحديد كمان الناس اللي عندهم انيميا دايما بنصحهم، ولكن العدد هو اللي بيحدد بقى. احنا والله احنا عايزين نحافظ على وزننا يبقى هناخد عدد معين، لا احنا اوريدي بنعاني من النحافه وبنتخن فهناخد ناكل منهم كتير مفيش مشكله. احنا بنحاول عايزين نثبت في وزننا فمفيش مشكله برضو ناخد بالعدد المعقول. احتياج الجسم ممكن يكون واحده من كل دول مثلا؟ يعني ممكن هما من 3 ل 5 على بعض، على بعض. اوكي اوكي. وحضرتك بتنصحي بيهم مع الزبادي مثلا في السحور؟ ده بالنسبه بعد السحور، يعني مش وجبه سحور، بعد سحور. وجبه السحور بقى بتكون قبليها مثلا بساعتين ولا حاجه لا مع بعض، يعني انا قصدي في نفس الوجبه. يعني اصلا دايما في ناس وجبه السحور بالنسبه لهم يقول لك انا مش بتسحر، لا فانا عشان كده بخس. بالعكس، احنا وجبه السحور بالنسبه لنا مهمه جدا لانها بتمد الطاقه للجسم في تاني يوم اللي هو اليوم التالي. احنا لا احنا ناكل عادي وجبه متكامله فيها نشويات تكون مركبه عشان تدينا شعور بالشبع شويه، ومعاها يكون الجبنه او البيض او البروتين او حاجه تكون قليله الملح، معاها بعديها بقى ناخد بقى زبادي مع موزه، ناخد زبادي مع فواكه مجففه مفيش مشكله خالص. طيب بخصوص الفطار، هل لازم الاول اكثر صيامي على تمر ومثلا شوربه وبعد كده اسيب مسافه وبعد كده ابدا اكل، ولا الاثنين ورا بعض على طول؟ بصي، انا دايما بنصح ان احنا نكسر صيامنا على تمر وميه مش عصاير، لان العصاير هتعمل شوجر رش وهترفع سكر في الدم جامد، فبعديها الواحد هيحس عيله شعور بالخمول والتعب. فناخد لا تمرية هتدينا طاقة ونشرب مية ونصلي المغرب، ناخد بريك نرجع بقى تاني على وجبة الفطار، نبتدي بالشوربة وبعد كده بقى بالنشويات والبروتين بتاعنا. يكون فات وقت مثلا حوالي نص ساعة ولا حاجة كده بعد التمر والمية ده، وبعد كده نبتدي بقى ناكل بقى الأكل الدسم اللي بيبقى موجود على الفطار. والحلويات بقى هنعمل فيها ايه، فين، امتى، مكانها؟ بصي برضو مفيش مشكله، الحلويات يعني في رمضان برضو احنا برضو دايما بنحب نفرق. في ناس بتبقى عايزه تطلع من رمضان وزنها مش زايد، وفي ناس عايزه تخس. اهم حاجه ما يعني نبقى ثابتين، يعني ما نزيدش، واللي عايز بيخس ده بيتبع نظام غذائي بيبقى ليه سعرات معينه، برضو من غير حرمان ولا بنحرم من الحلويات ولا كده، بس بنقنن الكميات. انا ما عنديش مشكله انه بعد الفطار بس في خلال نفس الساعة، يعني يقوم يغسل ايده ويحلي، ناخد مثلا قطايف قطعة كنافة ما فيهاش مشكلة خالص في نفس الساعة بتاعة الوجبة.
مش نفوت مثلا ساعة ولا ساعتين. لا ما نفوتش عشان اوريدي بيبقى احنا عندنا الانسولين طلع من لما احنا دخلنا اكل فالهرمون طلع فنتخلص منها مرة واحدة يعني بيبقى اكلناها في نفس الوقت. طيب بخصوص المية بقى اللي بنقعد بالساعات بال 14 16 ساعة صايمين فجسمنا بيكون في احتياج لمية ونبتدي نكثفها بقى في 6 7 ساعات اللي هم بتوع الفطار. بصي هو اوريدي بشكل عام الناس بتنسى تشرب مية في الايام العادية في الصيام يعني بيهملوها خالص يعني حاجة خطأ تام لان المية في حد ذاتها هي اهم عنصر غذائي للجسم مش من اهم هي اهم اهم حاجة ان احنا جسمنا تقريبا 60-70% منه يتكون من المية. قلة المية هتأثر على حاجات كتير على الشخص ده منهم ان هو مش هيحس ان هو اكتف طول اليوم هتلاقيه على طول عنده صداع عنده خمول طبعا البشرة والوش والكل ده بيتأثر لما بيكون فيه جفاف عملية الحرق نفسها ما تبقاش منتظمة فالمية لازم نشربها زي ما قلنا احنا كده كده نكسر صيامنا على مية مش عصير وبعد كده بقى نركز ان احنا كل 10 دقايق ربع ساعة ناخد بقين تلاتة يعني هو المفروض ان احنا احتياجاتنا من لتر ونص للترين طبعا بتختلف من الراجل للست للطفل لحد بيعمل رياضة الكلام ده كله بيختلف ولكن الافرج بنتكلم في لتر ونص للترين فالمفروض ان احنا نحاول نقسمهم على مدار بقى من اول ما بنفطر ان شاء الله لحد السحور او من بعد السحور برضو بناخد كمية مية في ناس بقى بتحب تجدولها قبل كل وجبة تقوم مثلا قبل الوجبة بناخد كوبايتين ده في الايام العادية قبل كل صلاة في الايام العادية انما في الفطار عندنا الوقت قليل فما نشربهاش من اربع هاش عشان من برضو ما نتخش على لو احنا شربنا المية ورا بعض ورا بعض هتنبه المثانة ونخش على الحمام على طول احنا كل عشر دقايق ناخد نص كوباية ناخد كوباية كده على اساس ان احنا نوصل للتارجت بتاعنا اليوم لان خدي بالك الناس كمان على ما بتحس ان هي عطشانة ده بتكون وصلت لمرحلة الجفاف فاحنا نشرب من غير ما نكون عطشانة. نشكر حضرتك على المكالمة التليفونية دي مداخلة معانا على نجوم اف ام وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم عليك يا رب. شكرا ليك يا دكتورة هبة شكرا ليك.